أخبار اليوم. جائزة الجمهور المبدع خالد النبوي. بسرعة يا ريت. أولا مبروك لكل الزميلات والزملاء اللي موجودين هنا، ومبروك كمان اللي مش موجودين هنا لأنهم كانوا سبب وجودنا النهارده. وأول حاجة أحب أشكر الجمهور لأن هو سبب وجودي هنا وسبب استمراري لحد النهارده في مهنة أنا بحبها. الجائزة دي أنا بعتبر نفسي أستلمها نيابة عن فريق عمل المسلسل مريم من أول العمال، عمال كل الأقسام، إدارة الإنتاج، المنتجين الأستاذ زكي عبد الحميد، الأستاذ عاطف كامل، الأستاذ المؤلف أيمن سلامة، الأستاذ المخرج محمد علي، الأستاذ مدير التصوير الرائع نزار شاكر، وزملائي الممثلين اللي كانوا سبب إن نديم فخري يظهر كده من أول هيفاء وهبي لحتى أظهر دور. شكرا للمهرجان، شكرا للجمهور.